l'État et à sa tête le ministère de la Jeunesse et des Sports, et plus exactement la Direction générale des Sports, a exigé des critères d'excellence. Ça sera le podium. Oui. Donc c'est pour cela que le nombre de la délégation a été réduit. Mais il y a certaines disciplines, si elles ne sont pas là, ça ne veut pas dire qu'on les a enlevées. Ça veut dire qu'ils ont d'autres priorités. N'importe quel Mittel, la natation, ils ont un championnat d'Afrique qui va se dérouler incessamment en Tunisie. Donc, il est plus judicieux de prendre part à ce championnat d'Afrique que par priorité. دون ما نقص القيمة تاع الألعاب التضامن الإسلامي، ولكن الرياضيين في بعض الاختصاصات حتى يحافظوا على ألقابهم في على المستوى الإفريقي يفضلوا أنه يشاركوا في البطولات الإفريقية. الوزارة يعني ناقصت أي اتحادية، بالعكس أعطت الإمكانيات لكل الاتحاديات، خاصة 23 اتحادية اللي كانت شاركت في الألعاب البحر الأبيض المتوسط. ما يخفلكمش أنه من ضمن هذه الاتحاديات 50% اللي كانوا صعدوا على منصة التتويج، أي 11 رياضة و12 رياضة اللي ما تحصلت على أي ميدالية. تسألني وتقول يعني لازم نروح في بطولة يعني رسمية كالألعاب باش نبرز، أنا نقول لك لا. في لو بروغرام دو بريباراسيون دو شاك ديسيبلين عندهم دي كومبيتيسيون دو بريباراسيون كي سون لي ميتينغ، هنا يقيس المستوى تاعو، ما يقيش المستوى ديالو في بطولة رسمية. عطينا لهم كل الإمكانيات، عندما كانت الحصيلة مع كل الاتحادات اللي كانوا موجودين في آخر لقاء مع وزير الشباب والرياضة، كان فيه يعني ماهوش عيب إخفاق ولا أو نقص في التحضير أو ثغرات، وفي بعض الأحيان لا بلانيفيكاسيون دو شاك ديسيبلين نو بيرمي با باش يبارتيسيبي أ دي سومي تخي رابروشي بيناتهم. هنا يقدر يدي النتيجة، هنا ما يقدرش يدي النتيجة. لازم له وقت تاع استرجاع تاع راحة باش نطالبوا بنفس النتيجة اللي كانت تحصل عليها. أما فيما يخص الرياضات اللي راهم موجودين في الطبعة هذه الخامسة تاع ليجو إسلاميك، ما يخفالكمش أنه البلد المنظم عنده الحق باش يوضع رياضات، يختار بعض الرياضات اللي غير موجودة في بلادنا. على سبيل المثال الزملاء طرحوا لي اسئله على الملاكمه. كاين ملاكمه مي تراديسيونيل اللي ما عندناش حنا، كاين هذه الملاكمه الصنف هذا النوع هذا حنا ما عندناش، عندنا الملاكمه الاولمبيه اللي معروف بها. هما في البرنامج وضعوا ملاكمه تراديسيونيل، حنا ما عندناش، ما شاركوش.